ما الحكم اذا خرجت المرأة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة تقوم بالاشراف على اولادها اثناء غيابها للعمل وكان زوجها موافق على هذا والتزمت بالحجاب الاسلامي؟ لا حرج في ذلك ان شاء الله، اذا كان على ما ذكرت من الشروط فلا حرج في ذلك، اذا كانت تلتزم بالحجاب وتقوم بحنف عملها في النساء والاولاد عندهم من يقوم تولاهم ويحسن اليهم من النساء طيبات ومسلمات وزوج راض ولا يكون خلوه من الزوج مع الموجودة في البيت بل عندها من النساء من يمنع الخلوه فلا لا حرج فيه. اما اذا كان يخلو بالمراه بعد زوجته فلا خطر عظيم، يجب ان تبقى المراه في اولادها ولا يحتاج الى مربيه تاتي بالاولاد وربما خلو بها الزوج وربما وقعت الفتنه فتبقى الزوجه مع اولادها ولا حاجه الى ذهابها، وعليه ان ينفق عليها ويحسن اليها ويقوم بحاجتها حتى تربي اولاده وحتى تكون سكنا له ومرجعا له يحمو بها ويطلب حتىه منها، والا يقع في الفاحشه المنكره بمربيه اجنبيه تقوم مقامها ولا حول ولا قوه الا بالله. ما الحكم اذا خرجت المراه للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربيه مسلمه تقوم بالاشراف على اولادها اثناء غيابها للعمل وكان زوجها موافق على هذا والتزمت بالحجاب الاسلامي؟ لا حرج في ذلك ان شاء الله، اذا كان على ما ذكرت من الشروط فلا حرج في ذلك، اذا كانت تلتزم بالحجاب وتقوم بحنف عملها في النساء والاولاد.